بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير الأنبياء والمرسلين وعلى صحبه أجمعين. بداية أحب أشكر لكم حضوركم الكريم، وأتمنى أنه يكون لقاء مثمر ويحقق الفائدة المرجوة. كمان أشكر وكالة الجامعة لشؤون الطالبات وكلية العلوم الصحية في الجامعة السعودية الإلكترونية بمنح هذه الفرصة لتقديم هذه المحاضرة حول مستجدات فيروس كورونا في الوقت الحالي والتوقعات المستقبلية. معكم أختكم دكتورة سكينة عزوز الناصر من قسم الصحة العامة، أستاذ مساعد في كلية العلوم الصحية بفرع جدة. نبدأ على بركة الله هذه المحاضرة ببعض التعريفات. كلنا نعرف ما معنى فيروس كورونا. فيروسات كورونا هي فصيلة كبيرة جدا من الفيروسات التي تسبب المرض سواء عند الإنسان أو عند الحيوان، ويمكن أن تنتقل من الإنسان إلى إنسان آخر أو من الحيوان إلى الإنسان. والمعروف أن هذه النوعية من الفيروسات تسبب العديد من حالات العدوى، وخاصة الإصابات الخاصة بالجهاز التنفسي التي تتراوح حدتها ما بين نزلات البرد العادية يعني الزكام العادي إلى الأمراض التي تكون أشد خطورة وأشد حدة، مثل مرض المارس اللي هو متلازمة الشرق الأوسط التنفسية، أو مرض السارس، مرض الكورونا فيروس الجديد الذي يطلق عليه تسمية الكوفيد 19 أو الكوفيد 19. ما معنى كوفيد 19؟ هو مرض معدي يسببه مرض الكورونا المكتشف حديثا، المرض النوع من أنواع الكورونا الجديد الذي تم اكتشافه، وتم تحديد أول إصابة لهذا النوع من الفيروس في مدينة يوهان الصينية في أواخر شهر ديسمبر عام 2019، مما جاءت تسمية الكوفيد 19 اللي هو كوفيد 19 مرتبط بسنة بداية الإصابة بهذا المرض. كلنا نعرف الأعراض التي تظهر على الأشخاص المصابين بمرض الكورونا، منها الحمى والإرهاق والسعال الجاف، وفي بعض الأحيان يعاني الأشخاص من آلام وأوجاع مع احتقان في الأنف وإسهال، ألم في الحلق، رشح إلى آخره. ولكن في بعض الأحيان الأخرى تتطور الأعراض إلى ضيق في التنفس ومشاكل في الجهاز التنفسي، وتبدأ عادة الأعراض من خفيفة مع بداية الإصابة إلى أن تتدرج إلى أكثر صعوبة وأكثر خطورة. يصاب بعض الأشخاص بالعدوى بهذا الفيروس، ولكن أحيانا في كثير من الأحيان تظهر العلامات وتظهر العلامات الإصابة على الأشخاص المصابين، ولكن في أحيان أخرى قد لا تظهر الأعراض وقد لا يشعر المرضى بأي مشاكل صحية، ولكن هم سيكونوا مصابون بالعدوى. حسب منظمة الصحة العالمية يتعافى تقريبا 80% من الأشخاص من هذا المرض دون الحاجة إلى علاج خاص. أكثر الأشخاص المصابين بمرض الكورونا فيروس حسب منظمة الصحة العالمية وحسب الأبحاث العلمية التي تم إنجازها في الأشهر الأخيرة منذ ظهور مرض الكورونا فيروس هي الأشخاص الكبار في السن، والأشخاص الذين يعانون من الأمراض المزمنة مثل أمراض القلب وداء السكري، الأمراض السرطانية، أمراض ضغط الدم إلى آخره. الأشخاص هذم يعتبروا أشخاص ضعيفي المناعة نوعا ما نظرا للأمراض الذين اللي يحملوها، وبالتالي تكون مناعتهم شوية ضعيفة ومقاومة الفيروس أو مقاومة المرض تكون ضعيفة، وبالتالي هم أكثر عرضة للإصابة بمرض الكورونا فيروس. هذا نوعا ما معلومات عامة كلنا نعرفوها وكلنا متأكدين من الأعراض وطرق الإصابة إلى آخره. نمر إلى عرض بعض قبل ما نتكلم على
المستجدات. آخر شيء بالنسبة للمعلومات العامة حول مرض الكورونا فيروس هي طرق الحماية اللي نعرفها أكيد كنا منها تنظيف اليدين بالماء والصابون أو بماء مطهر كحولي، المحافظة على المسافة بين الأشخاص خاصة لما تكون أشخاص مشتبه بإصابتها، شخص يكون يسعل أو يعطس، وبالتالي نحافظ على المسافة بيننا وبين الأشخاص هذا مسافة 1 متر مثلا، تجنب لمس العين الأنف الفم، تغطية الأنف والفم بمنديل أو باليدين عند السعال أو العطس والتخلص من المنديل المستعمل، وغسل اليدين بعد السعال أو العطس. لو الإنسان ما يحتاج أنه يخرج إلى خارج المنزل إلى الشارع، من المستحسن أنه يحافظ على البقاء بالمنزل، وخاصة لو الإنسان شعر أنه فيه بعض علامات المرض ويجب طلب الرعاية الصحية عند الشعور بالحمى أو السعال أو صعوبة في التنفس. كذلك من أهم الأشياء اللي تساعد على الحماية من الإصابة بمرض كورونا هي الاطلاع المستمر على آخر المستجدات والتطورات والأخبار الخاصة بمرض كورونا فيروس، واستقصاء هذه الأخبار والمعلومات من المصادر الرسمية مثل منظمة الصحة العالمية، وزارة الصحة إلى آخره من المصادر الرسمية المعترف بها، وكذلك اتباع كل التوصيات والتوجيهات من الوزارات المختصة للحفاظ على الأشخاص والمجتمعات والدول بصفة عامة من تفشي هذا المرض. زي ما قلنا، هذه مقدمة نوعا ما على مرض الكورونا فيروس، طريقة الانتقال، الأشخاص الأكثر عرضة، ما هو المرض إلى آخره. الآن سيتم سرد بعض المستجدات الخاصة بفيروس كورونا على المستوى العالمي ككل، ثم على مستوى المملكة العربية السعودية. بالنسبة لانتشار الفيروس على مستوى العالم، الأحصائيات تم أخذها بتاريخ اليوم 10 ماي في حدود منتصف النهار من وزارة من المنظمة السورية العالمية للصحة. هذه الخريطة تعكس انتشار الوباء في كل بلدان العالم، ونلاحظ أنه عدد الإصابات اليوم، العدد الإجمالي في العالم، وصل إلى 94,932 حالة إصابة بفيروس كورونا على مستوى كل العالم، وبذلك يصير العدد الإجمالي للحالات المؤكدة 3,917,366 حالة إصابة على مستوى العالم، مع نسبة 274,361 حالة وفاة. فنلاحظوا أنه من أول ظهور لأول إصابة في آخر ديسمبر 2019 إلى حد اليوم 10 ماي، العدد في ارتفاع كبير وفي تزايد كبير، ويعتبر عدد جدا ضخم تم تسجيله إلى حد اليوم. بالنسبة لحالة، نلاحظ هنا الرسم البياني الحالي يثبت من يعني يعكس عدد الحالات اللي وصلت إلى تقريبا في حدود تقريبا 4 مليون حالة في العالم حاليا، من بداية أول إصابة إلى حد 10 ماي 2020. هنا حدد عدد الوفيات الذي يتزايد نفس الشيء بنفس الطريقة من أول ما بين المرض، من أول إصابة كانت عدد الوفيات ضئيل جدا، ولكن من نصف تقريبا شهر مارس، شهر مارس الذي إلى حدود اليوم الأعداد في تزايد، لكن لاحظوا زادت أنه في مع أواخر شهر أبريل 4 إلى حد نصف شهر ماي، الأعداد عدد الوفيات
تقلص نوعا ما مقارنة ب خاصة شهر مارس شهر 3 الذي يعتبر في كل أنحاء العالم شهر الذروة، يعني الماكسيموم الأغلب الحالات أو العدد الأقصى للحالات تم تسجيله في عدد في شهر سوري في شهر مارس. هنا مقارنة حسب المنظمة العالمية للصحة ما بين المناطق وانتشار المرض في جميع مناطق العالم، تم تصنيفهم على أساس البلدان الأوروبية التي تحتل النسبة الأكبر من عدد الإصابات، وصلت إلى 1,707,000 حالة و946، يعني أكثر الأعداد المصابين تم تسجيلهم في المدن الأوروبية. بعد ذلك نجد الولايات المتحدة الأمريكية تحتل المرتبة الثانية على مستوى العالم بنسبة 1,655,378 حالة، ثم منطقة الشرق الأوسط التي لم يتجاوز عدد الإصابات 255,000، ومنطقة شرق المحيط الهادي، ثم جنوب شرق آسيا إلى القارة الإفريقية التي تحتوي على أقل عدد من الإصابات يصل إلى 42,636 حالة مسجلة ومؤكدة مصابة بفيروس كورونا في إلى حدود هذا اليوم. وبالتالي أوروبا تحتل المرتبة الأولى في عدد الإصابات مقارنة ببقية مناطق العالم. لو قارنا فيما يخص البلدان والإصابات وأعلى الإصابات حسب البلدان، نلقاو أنه الولايات المتحدة الأمريكية تحتل المرتبة الأولى في أعلى عدد من الإصابات، تليها إسبانيا وإيطاليا، ثم بريطانيا، روسيا وألمانيا بنسبة 169,218 حالة مسجلة خلال اليوم. فبالتالي الآن كانت إسبانيا الأيام أو الأسابيع الفارطة هي تحتل المراتب الأولى، الآن أصبحت اليونايتد ستيت الولايات المتحدة الأمريكية هي تحتل المراتب الأولى في عدد الأشخاص المصابين. بقية بلدان العالم بقية الترتيب نلقاو البرازيل، تركيا، فرنسا، إيران، الصين وكندا تحتل أقل نسبة. هذا حسب المنظمة العالمية للصحة. هنا عندنا جدول آخر يفصل مفصل للبيانات لتفشي فيروس كورونا. نلاحظوا أنه نفس الشيء، الولايات المتحدة الأمريكية تحتل المراتب الأولى. هذا الجدول يعطينا النتائج من 24 يناير شهر واحد إلى حد شهر مايو 7 مايو إلى حد يوم 7 مايو، تقريبا 5 أشهر تقريبا من الإصابات. في الجدول هنا المملكة العربية السعودية بدأت أول حالة ظهرت في المملكة العربية السعودية يوم 2 مارس 2 شهر 3 الميلادي لمواطن سعودي عائد من إيران، ومن ثم بدأت نسبة ارتفاع الإصابات. كانت في الأشهر أو في الأسابيع الأولى لا تتعدى 10 إصابات يوميا، ثم وصلت في نهاية أو في بداية سوري شهر مارس إلى شهر مايو شهر 5 إلى الآلاف، وصلت إلى 3000 وشوية من الإصابات. هنا عنا حسب المنظمة العالمية للصحة اليوم في منتصف النهار الساعة 12 منتصف النهار كانت عدد الإصابات 1704 إصابة. أكيد الإصابات زادت مع نهاية اليوم، ولكن في منتصف اليوم وصلت عدد الإصابات إلى 1704 حالات جديدة، يعني بمجموع 37,136 حالة مؤكدة من المصابين بمرض الكورونا فيروس، مع 239 حالة وفاة اليوم. الإجمالي عدد الإصابات وصل إلى 239 إصابة منذ 2 مارس 2019 إلى حد اليوم 10 مايو 2020.
هنا حسب وزارة الصحة السعودية عنا توزيع الإصابات من أول 2 شهر 3 أول إصابة ظهرت، حيث تزايد عدد الإصابات وأصبح يعرف النسب مرتفعة جدا في تزايد كبير من منتصف شهر مارس إلى حدود الساعة. نفس الشيء عدد الملحوظ هنا أنه عدد الوفيات في استقرار وليس في تزايد كبير جدا، من رحمة الله عز وجل الحمد لله أنه عدد الوفيات ليس في تزايد بنسبة كبيرة جدا، وكذلك عدد المتعافين. هنا نشوف عدد المتعافين اللي هو بالأزرق، الخط بالأزرق يعكس عدد المتعافين، زاد في تزايد كبير ولله الحمد بمجهود الحكومة وبمجهود الوزارات المعنية وبوعي الأشخاص. نتمنى أن يكون الوضع في المملكة العربية السعودية في تحسن وتقل عدد الإصابات بإذن الله. هذه إحصائيات أخرى نفس الشيء من وزارة الصحة السعودية، نلاحظ أنه حالات الإصابة تتزايد من يوم إلى يوم من خلال 15 يوم الأخيرة من 26 أبريل 2020 إلى 10 مايو، تتزايد بنسبة تتراوح ما بين 5 إلى 8%، يعني نسبة التزايد مرتفع نوعا ما، ولكن زاد نسبة المتعافين كذلك تتزايد بنسبة 10% متعافين من يوم إلى يوم إلى يوم آخر. بالنسبة لتوزيع الحالات على جميع المناطق بالمملكة العربية السعودية، نلاحظ أنه اليوم أكثر الحالات كانت متواجدة في منطقة مكة المكرمة ومنطقة جدة والرياض المدينة المنورة حسب الترتيب، إلى أن نصل إلى حالة واحدة في بعض المناطق الأخرى أو بعض القرى مثل نجران، الليلة إلى آخره من المناطق التي تعرف فيها عدد قليل جدا من الإصابات. هذه فيما يخص المستجدات على المستوى العالمي وعلى مستوى المملكة العربية السعودية من إحصائيات وأعداد ونسب مئوية لتوزيع مختلف مناطق العالم. نفس الشيء حبيت نعرض اليوم بعض المستجدات فيما يخص المجال العلمي، لأنه هذه الجائحة التي تسبب مشكل كبير وخطر على كل بلدان العالم لا يمكن القضاء عليها إلا بالبحث العلمي والتطور العلمي. ومن منذ ظهور أول الحالات وتفشي المرض بصفة كبيرة جدا، انطلقت العديد من الأبحاث العلمية في كل بلدان العالم في كل المجموعات البحثية والجامعات والمستشفيات لمحاولة إيجاد حل والحد للحد من انتشار المرض وإيجاد تلقيح أو دواء للتشافي من هذا المرض. في الوقت الحالي لا يوجد علاج حقيقي ومثبت لمرض كورونا، ولكن في بعض العديد من الأبحاث تم إفادة دور بعض الأدوية أو بعض المستحضرات الطبية للحد من بعض أعراض المرض. مثلا أثبتت بعض الدراسات العلمية أن استعمال المضادات الفيروسية العادية، بما أنه هي إصابة ناتجة عن فيروس وبالضروري أنه يتم علاجها بالمضادات الفيروسية، ولكن أثبتت دراسات أنه كل المضادات الفيروسية الموجودة لا تعطي نتيجة سريعة واضحة، لا تعطي نتيجة، لا يشفى الأشخاص الذين تم علاجهم عن طريق المضادات الفيروسية العادية. في دراسة مشتركة صينية بريطانية ويابانية ما بين مجموعات بحثية كبيرة تم نشرها في مجلات عالمية معترف بها، تم استعمال العديد من الفيروسات المضادات، سوري، الفيروسات القهقرية ما يسمى بالأنتيفيرال دراجز مثل اللابيفنافير والريتونافير، ولكن هذه المضادات القهرية أعطت نتائج لبعض أنواع الفيروسات الأخرى، ولكن في حالة كورونا فيروس لم يدي استعمال هذا المضاد الفيروسي إلى انخفاض معدل الوفيات الإجمالي للأشخاص المصابين بفيروس كورونا. بحث آخر تم بعثه في هو بعد دراسة صينية، تم تجربة استعمال دواء الهيدروكلورين
وأدى استعمال هذا الدواء إلى انخفاض نسبي في درجة حرارة الجسم. ساعد هذا الدواء الأشخاص المصابين لانخفاض درجة حرارة الجسم وحدة السعال. في هذه التجربة قام الباحثون بتجربة الدواء على مجموعتين من الأشخاص المصابين. المجموعة الأولى تم إعطائها الدواء، والمجموعة الثانية تم استعمالها كمراقب ككنترول عشان يشوفوا هل الدواء عنده فاعلية وعنده نتائج سريرية أو لا. وفعلا أثبت استعمال هذا الدواء إلى انخفاض درجة حرارة الجسم والسعال عند الأشخاص المصابين الذين استعملوا الهيدروكسي كلورين مقارنة بالأشخاص المصابين الذين لم يستعملوا هذا الدواء. دراسة أخرى تم إنجازها في فرنسا، دراسة لفريق بحث فرنسي، تم استعمال نفس الدواء الذي تم استعماله في الدراسة الصينية اللي هو الهيدروكسي كلورين، مع إضافة نوع آخر من المستحضرات الطبية اللي هو الأزيتروميسين. بهدف كان الهدف هنا تقليل من نسبة تواجد الفيروس داخل الجسم، يعني تم إثبات أنه التفاعل ما بين هذوما العنصرين أو الدوائين هذو النوعين هذا من الدواء يتم تقليل من نسبة تواجد الفيروس داخل الجسم الحامل. ولكن إلى حد هذه الساعة لم يتم إثبات النتائج سريريا، والدراسة في طور التحسين والتطوير للوصول إلى نتيجة مناسبة وجيدة مثل ما يتمناها الباحثون. تجربة أخرى أو بحث آخر إيطالي قامت به مجموعة باحثين إيطاليين. في هذا البحث رأى أن الباحثون نظرا لعدم وجود أدلة سريرية على نجاعة العديد من الأدوية والمضادات الفيروسية والتلقيح، فإنه تم الاعتماد على إمكانية استعمال بعض الطرق التقليدية التي تساعد على السيطرة على الأمراض الفيروسية المعدية. من هذه الطرق عندنا طريقة البلازما النقاهية، ما يسمى باللغة الإنجليزية الكوفاليسنت بلازما. هي طريقة ليست علاجية ولكن طريقة حمائية، هي طريقة استباقية لمنع انتشار الفيروس وللحد من انتشار الفيروس باستعمال ما يسمى بين ظفرين بالمناعة المستعارة اللي هي الباسيف immunization. استعملت هذه الطريقة منذ أوائل القرن العشرين للوقاية من الأمراض المعدية وإدارتها ومحاولة السيطرة على انتشار الأمراض المعدية المنتقلة عن طريق الفيروسات أو البكتيريا إلى آخره. كيف يتم تطبيق هذه الاستراتيجية أو الطريقة؟ يتم الحصول على بلازما النقاهة الكوفاليسنت بلازما من دم الأشخاص الذين تعافوا من إصابة بعد تعرضهم إلى عدوى معينة مسببة من عامل سبب المرض زي مثل الفيروسات. يعني أشخاص أصيبوا بفيروس معين وبعد التعافي والتشافي من المرض أجسام هؤلاء الأشخاص تكون قد طورت أجسام مضادة ضد العامل المسبب للمرض، وبالتالي يتم استخراج هذا الدم وحقنه لأشخاص آخرين مصابين بالدعوى العدوى سوري. وقد تم إثبات هذه الطريقة في العديد من الأوبئة مثل الاسبانيش فلو الإنفلونزا الإسبانية، مرض السارس، الويست نايل فيروس، وأخيرا في مرض إيبولا في فيروس إيبولا تم إثبات علميا نجاعة هذه الطريقة. وحاليا الفريق البحثي بيطور تطوير هذه الطريقة واعتمادها في حالة الكورونا فيروس. لسه لم يتم إثبات نجاعة هذه التجربة سريريا وعلميا، ولكن هي من الطرق التي تستعمل خاصة في حالة الطوارئ للحد من انتشار الأمراض المعدية. نتمنى أن تكون طريقة ناجحة وناجعة ويتمكن العلماء من إثباتها ومن تطبيقها. فريق بحثي آخر في الصين عمل دراسة جديدة
خاصة كذلك بمرض كورونا، ولكن في هذه الوضعية لم يتم الاهتمام بالصحة البدنية للمرضى ولكن بالصحة النفسية، حيث أثبتت هذه الدراسة الصينية أن الأوبئة والأمراض المعدية مثل مرض الكورونا فيروس لا تؤثر أساساً فقط على الصحة البدنية ولكن للمرضى، ولكن تؤثر كذلك على الصحة النفسية للأشخاص الغير مصابين، حيث أنهم فريق البحث أثبتوا أن فترة العزل الصحي تؤدي لدى العديد من الأشخاص الغير مصابين، أدت بهم إلى حالات وارتفاع في حالات القلق والتوتر وانخفاض في جودة النوم، خاصة عند الأشخاص الذين يعانون من ترابط عائلي أو ترابط مجتمعي ضعيف، يعني الأشخاص لا يتلقون دعم عائلي ودعم مجتمعي خلال فترة العزل الذاتي، وبالتالي هؤلاء الأشخاص يعيشون حالات قلق وتوتر مما يؤثر على سلوكهم اليومي وعلى جودة النوم إلى آخره. وأثبتوا كذلك أن الأشخاص العكس، الحالة العكسية، أن الأشخاص الذين يتلقون دعم مجتمعي من الأصدقاء، من العائلة، من زملاء العمل، هذا الدعم يخفف من الشعور بالتوتر والقلق ويخفض يعني يحسن من جودة النوم، من علاقات الأشخاص وترابطهم فيما بين. هذه كل حاولت أني نجمع أهم المستجدات في البحث العلمي المرتبطة بجائحة فيروس كورونا، وكل الأبحاث التي تم نشرها في المجلات العلمية المعتمدة والتي أثبتت نجاعة بعض الأدوية وطرق أخرى في طور التحسين وفي طور التجربة وفي طور التطوير. نتمنى من الله عز وجل أن يوفق كل العاملين على هذا في هذا المجال أنهم يتوصلوا إلى حل في أسرع وقت ممكن، وأكيد قبل كل شيء الحل إن شاء الله عند ربي عز وجل. نسأل الله العلي العظيم أنه يحمينا ويخفف علينا هذا الوباء. هذا بالنسبة لآخر المستجدات، سواء كان على مستوى عدد الحالات في العالم والمملكة العربية السعودية خاصة، وآخر المستجدات في البحث العلمي. الآن بالنسبة للتوقعات المستقبلية لمرض كورونا، حاليا تعتبر من أكبر التحديات التي تواجهها الدول هي وضع سياسات واتخاذ قرارات بخصوص التصدي لانتشار مرض كورونا، خصوصا أنه في الفترة الحالية يتم الاعتماد على معلومات تكون غير واضحة وغير كاملة. ليش غير واضحة وغير كاملة؟ لنظر العديد من الأسباب، لأنه إلى حد الآن لم يتمكن العلماء من تحديد كيفية انتقال الفيروس بطريقة دقيقة وثابتة، يعني أنه هل الفيروس ينتقل طريق لمس المناطق الملوثة أو المناطق التي تكون فيها ممكن تكون فيها وجود للفيروس، هل الفيروس ينتقل عن طريق الرذاذ، عن طريق الهواء، هل الفيروس ينتقل من الأم إلى الطفل، هل ينتقل بالتعايش في مكان مغلوق مثلا إلى آخره. فإلى حد الآن لم يتم تحديد الطريقة الدقيقة التي ينتقل بها فيروس كورونا من شخص إلى شخص آخر. عامل آخر يعني يحد من نوعية اتخاذ القرارات ومن إمكانية التنبؤ أو معرفة أو توقع ما سيكون عليه الحال في المستقبل فيما يخص فيروس كورونا، هو محدودية التحاليل التي تقوم بها الدول للكشف عن المصابين. يعني نعرف كلنا في عدد معين من التحاليل اليومية التي تقوم بها الدول لتحديد عدد المصابين، وهذه التحاليل يتم توزيعها حسب المناطق في نفس الدولة. نعرف أنه مثلا المدن تكون عددها كبير جدا يتم إنجاز عدد كبير من التحاليل، في القرى أو المدن صغيرة العدد يتم استعمال عدد محدود من التحاليل، وبالتالي هذا لن يعطي عدد مؤكد وثابت وصحيح على مدى انتشار الفيروس، وبالتالي العلماء كذلك عاجزين عن تحديد العدد الفعلي
للمصابين ومدى انتشار الفيروس في البلدان وفي على مستوى العالم. نقطة أخرى كذلك يعني تساعد في محدودية التنبؤ أو التوقع لمستقبل فيروس كورونا هي عدم معرفة ما إذا كان الفيروس مرتبط ب الفصول، يعني سيكون الإصابة بالفيروس ستكون موسمية مرتبطة مثلا بالفصل البارد مثل الزكام العادي أو الإنفلونزا العادية، أو أنه ستنخفض النسب مع حلول فصل الصيف مثلا، أو أنه الفيروس لا يرتبط بالتغيرات الفصلية والتغيرات المناخية، وبالتالي هذه كلها عوامل لا تساعد على اتخاذ القرارات الصحيحة، وبالتالي لا تساعد على معرفة المستقبل فيما يخص فيروس كورونا. ولكن دائما نرجع للعلم ونرجع لتطبيق العلم. العلم دائما يحاول انه يجد الحلول ويوفر الادوات المناسبه لامكانيه تحديد والتنبؤ للمستقبل فيما يخص فيروس كورونا. احدى الطرق التي اعتمدها العلماء للاجابه على كل هذه النقاط المبهمه او الغير مفهومه هي النماذج الرياضيه، يعني الماثيماتيكال مودلز. تساعد هذه النماذج الرياضيه او الاحصائيه في فهم تطور جائحه فيروس كورونا، كيف انه الاعداد تتطور من يوم الى يوم، وذلك باستخدام نماذج التنبؤ. يعني علماء صنعوا نماذج سموها نماذج تنبؤ، هذه النماذج تساعد على الكشف المبكر لعدد المصابين وذلك للحد من انتشار الفيروس. مثال من هذه النماذج، فريق بحث إسباني يترأسه أستاذ الرياضيات التطبيقية الإسباني فرنانديز مارتينيز قام بتطوير أداة تنبؤ قصيرة المدى، يعني تنبؤ لمثلا الأعداد اليوم ليوم 10 مثلا ماي اليوم، ممكن أنه تساعدنا أنه نتنبؤ على الأعداد ليوم 11 ماي، يعني هي قصيرة المدى. تساعد هذه الأداة على أقسام الطوارئ الإسبانية مثلا في معرفة عدد المصابين بفيروس كورونا والذين سيحتاجون للقبول في العناية المركزة، وذلك للاستعداد بشكل مناسب لمعرفة عددهم. يعني لما نعرف عدد الذين قد نستقبلهم غدا في وحدة العناية المركزة، الإطار الطبي والمستشفى وكل العاملين في المجال الطبي يكون لهم مجال واسع في الاستعداد لمعرفة عدد الأسرة الذين سيحتاجون، عدد الأجهزة، عدد الأشخاص، ويتم الترتيب، وبالتالي لا يحصل ارتباك ولا يصير ضغط على وحدة العناية المركزة، وبالتالي ممكن أن نفهم الفيروس. هنا عنا الرسم البياني هذا يثبت تطبيق الأداة، أداة التنبؤ الذي استعملها فرنانديز وفريقه العامل، حيث استعملها على مدى 60 يوم، وكانت كل التنبؤات متطابقة مع المتوقع، كان متطابق مع الأعداد اليومية الواقعية، وبالتالي ساعدت هذه الأداة الفرق الصحية الإسبانية في التعامل مع الفيروس وفي كشف الأعداد المستقبلية. يعني تعتبر نتائج هذا النموذج ذات دقيقة جدا، حيث تنبأ فرنانديز وفريقه مثلا بأن يوم 24 مارس سوف يستقبلون 29 مريض مصاب بالعدوى في مدينته، وهو ما توافق تماما مع الأعداد الواقعية لنفس اليوم. وبذلك أثبت أن النموذج كان دقيق ومكن المستخدمين مستخدمي هذا النموذج، حيث استخدم الأطباء والممرضين وكل الإطارات الطبية، مكنهم من ربط توقعات النموذج المستخدم، يعني استعملوا النموذج يربطوه بعدد الأشخاص موجودين حالياً في الوحدة العنائية المركزة للتخطيط إلى ما سيتم استقباله في يوم غد للنظر في عملية سير العمل وتوقع احتياجاتهم خلال يوم غد. كذلك نقطة أخرى أثبتت نجاعة هذا النموذج الذي استعمل في إسبانيا، اتفق كل العلماء والخبراء الإسبان أن ذروة الوباء في إسبانيا ستحدث بين 26 و29 مارس، وأن العدد الإجمالي للمصابين بنهاية الوباء ستكون ضعف العدد عند الذروة. يعني بنهاية الوباء سيكون عدد المصابين يساوي العدد
في الذروة، يعني في العدد ما بين 26 و 29 مارس، ولقد تم إثبات ذلك حيث وصل عدد المصابين في إسبانيا يوم 26 إلى 56188 حالة، مع احتمال إصابة 120 في النهاية. يعني 56,000 لو عملنا الضعف حتكون تقريبا تساوي 120,000 بنهاية الوباء. وباستعمال نموذج التنبؤ الذي استخدمه فرنانديز، حذر هذا النموذج من أن العدد قد يكون أكثر من 120 وأنه يتراوح ما بين 90 إلى أن يصل إلى 160,000 مصاب. وتم إثبات كذلك أن هذا النموذج الإحصائي الذي يستعمل الماثيماتيكال مودلز، النماذج الرياضية، أثبت أداة ناجعة لتنبؤ ولمعرفة الأعداد في الأيام القليلة القادمة. في الرسم البياني الحالي يثبت أنه ما تنبأ به المثال الإسباني كان مطبق في الواقع، حيث أنه تم توقع أكثر ارتفاع في إيطاليا، وهو ما أثبته النموذج، ثم بعد ذلك إسبانيا وفرنسا، وبنسب أقل في ألمانيا وهولندا والنمسا. وبالتالي هذا النموذج التنبؤي تم استعماله في إسبانيا وساعد كثيرا من في التعامل مع الوباء وفي العمل المنسق، حيث أنه لما الفريق الطبي يعرف عدد الأشخاص الذين يمكن استقبالهم في الأيام القادمة يتم الاستعداد بصفة كبيرة جدا، وبالتالي ساعد كثيرا في الحد من انتشار الوباء وفي تحديد عدد الإصابات المستقبلية. بعض الدراسات الأخرى التي حاولت تحديد مستقبل فيروس كورونا والتوقعات المستقبلية كانت كذلك معتمدة على العديد من النماذج العلمية. اخترت منها دراسة تمت مؤخرا، تم نشرها خلال بداية هذا الشهر. وفي هذه الدراسة قام الفريق الباحثين الصينيين بالتعامل مع 6 دول، التوقعات المستقبلية لفيروس كورونا في 6 دول مختلفة من جميع أرجاء العالم. مثلا دولة جنوب أفريقيا، مصر، الجزائر، نيجيريا، السنغال وكينيا. في هذه الدراسة اعتمد كذلك الباحثين على نماذج إحصائية ورياضية للتنبؤ باتجاهات انتشار الوباء، يعني استعملوا نفس النماذج الإحصائية ولكن نماذج مطورة، وتم استعمالها واعتمادها في حالات الأوبئة للكشف على الحالات أو عدد الإصابات في المستقبل. ولقد وضع الباحثون في هذا البحث 3 احتمالات أو 3 سيناريوهات مختلفة لانتشار الوباء. السيناريو الأول هو الاختفاء التام والنهائي للوباء. إمتى يصير؟ متى يحدث هذا الاختفاء النهائي للوباء؟ لما يعتمد هذا السيناريو يعتمد أساساً على الإجراءات الحكومية القوية ووفرة الإمدادات الطبية، يعني أنه الحكومات تتخذ إجراءات صارمة وقوية وحينية، كذلك وفرة الإمدادات الطبية، المستشفيات والمعدات والتجهيزات والإطار الطبي إلى آخره، وكذلك السلوك الوقائي للأشخاص، يعني مدى وعي الأشخاص، مدى امتثال الأشخاص للتعليمات أو النصائح المقدمة من الحكومات إلى آخره. وهذا يعتبر السيناريو أو الوضع المثالي. من خلال الدراسة تم إثبات أن جنوب أفريقيا والسنغال يتماشى تماما مع هذا السيناريو، يعني أنه الواقع مع في جنوب أفريقيا والسنغال، حيث تم اتخاذ إجراءات قوية جدا وصارمة من الحكومات، وتم توفير الإمدادات الطبية المناسبة، وتم نشر وعي وقائي للأشخاص كبير جدا، نجد أن عدد الإصابات في هذين البلدين منخفض جدا، ويتماشى مع النموذج الأول، هو أن هذين البلدين ينهجان أو يتجهان في اتجاه الاختفاء التام للوباء. السيناريو الثاني وهو انخفاض نسب الانتشار. في هذا السيناريو يحدث هذا السيناريو كانت سرعة استجابة الحكومة
اتخاذ الاجراءات القانونيه بطيئه نوعا ما، يعني من اول بدايه اول اصابات في البلدان الحكومات لم تتخذ الاجراءات المناسبه في الوقت المناسب، يعني صار تاخير نوعا ما في اتخاذ القرارات من العزل الصحي، من غلق المطارات، من توفير الوقايه الطبيه الى اخره، وكذلك وجود ثغرات في التدابير التدخل مثل انخفاض في عدد التحاليل للكشف على الحالات المصابه. في بعض الدول لا يتم استعمال عدد كبير جدا من التحاليل، وبالتالي لا يتم كشف العدد الحقيقي للاصابات، عدد الاصابات. ونتيجه لذلك فان فتره السيطره على المرض في البلدان سوف تتاخر بحوالي 10 ايام مقارنه بالسيناريو الاول، لانه تم اتخاذ الاجراءات بطريقه متاخره نوعا ما. ولما تم تطبيق هذا السيناريو على الدول الست التي تم دراستها هذا البحث، أوضحت النتائج أن الجزائر ونيجيريا وكينيا تعيش في هذا السيناريو، تتماشى مع هذا السيناريو وهذه الوضع، حيث أن الجزائر ونيجيريا وكينيا تم اتخاذ القرار متأخر نوعا ما، ويوجد عدد قليل مثلا من أو منخفض من التحاليل الكشف على الحالات اليومية، وبالتالي تم السيطرة على المرض تتأخر نوعا ما مقارنة بالسيناريو الأول. بالنسبة للسيناريو الأسوأ الأخير وهو الانتشار الكبير للوباء، ويعتبر الوضع الأسوأ حيث يتم احتواء التفشي بشكل كبير، ويتوقع الباحثين أنه سيتم احتواء التفشي في أواخر شهر مايو، وهو ما يعتبر متأخر نوعا ما، وهو ما يمثل الدول التي أخذت قرارات في فترات متأخرة جدا أو لم تتخذ إلى حد الآن القرارات المناسبة فيما يخص غلق المدارس أو غلق المطارات أو العزل الصحي إلى آخره. وأثبت البحث أن مصر من ضمن البلدان التي تتعايش حسب السيناريو الثالث، لذلك من الضروري تعديل الاستراتيجيات في الوقت المناسب لجعل المنحة أقرب نوعا ما من السيناريو الثاني. فهذه أنواع من الدراسات التي تم اعتمادها للتوقعات المستقبلية لتفشي فيروس كورونا على مستوى العالم. لا توجد ولا يستطيع أحد أن يتوقع ريلي حقيقة كيف سيكون يعني العلم عند الله وجل كيف ستكون الحالة في المستقبل، ولكن في العديد من الجهود والعديد من الأبحاث التي تم إنجازها في العالم لتحديد بعض الحالات وبعض التوقعات المستقبلية فيما يخص مرض فيروس كورونا. لاحظوا هذا الرسم البياني يثبت الدراسة التي وقعت في الست دول، هو اختيار عشوائي، الباحثين اختاروا ست دول بطريقة عشوائية، لم يحددوا البلدان بطريقة خاصة أو بطريقة انتقائية، ولكن كان بطريقة عشوائية. نلاحظوا من الرسم البياني عندنا نفس الأشكال تتكرر في الستة رسوم. بالنسبة للخط الأصفر هي السيناريو الثالث، سوري السيناريو الأول، اللي هو إنه الدول قامت باتخاذ القرارات المناسبة في الأوقات المناسبة، ووفرت الدول كل الاحتياجات الطبية ووعي كبير للأشخاص، وبالتالي نلاحظوا أنه جنوب أفريقيا، نقاط الزرقاء هذه هي نقاط العدد، هي تمثل عدد الإصابات في جنوب أفريقيا وكذلك في السنغال، البلدين اللذين يتماشيان مع النموذج الأول، وهم بصدد إن شاء الله في المستقبل القريب سوف يسجلون اختفاء تام لفيروس كورونا، هذا حسب إرادة الله عز وجل، كلها تنبؤات وتوقعات مستقبلية علمية نوعا ما، ولكن العلم دائما عند الله عز وجل. نفس الشيء في الرسم البياني الثاني، نلاحظوا أنه مصر ماشية في المساق الأول، يعني في السيناريو الأول، حيث أن اتخاذ القرارات كان متأخر نوعا ما على ما يبدو، هذا حسب الدراسة أنه في مصر لم يتم أخذ ليس مصر فقط بل العديد من البلدان في العالم
لم يتم، حتى البلدان الأوروبية والبلدان الأمريكية والإفريقية لم يتم اتخاذ القرارات في بعض البلدان في الوقت المناسب. كذلك الوعي، وعي الأشخاص ووعي المجتمعات بخطورة الوضع احتاج وقت كبير إنه الأشخاص تطبق توجيهات الوزارات وتطبق توجيهات الحكومات للحد من ارتفاع نسبة الانتشار. وبالتالي النتيجة إنه في بعض هذه البلدان، ومصر مثلا هنا في هذه الدراسة أخذوا مصر كمثال، إنه ماشية في السيناريو الثالث الأول، سوري، السيناريو الثالث، سامحوني، اللي هو نسبة تفشي كبير، ولكن نتمنى من الله عز وجل إنه تنتهي هذه الأزمة و يتقل عدد الإصابات في كل بلدان العالم. بالنسبة للسيناريو الثاني اللي هو انخفاض نوعا ما في نسبة الإصابات الذي تشهده الجزائر ونيجيريا وكينيا، نلاحظ أنه الواقع في الجزائر وفي كينيا وفي نيجيريا يتطابق مع السيناريو الثاني، حيث أن الحكومات في هذه البلدان اتخذت قرارات متأخرة بنسبة قليلة، بنسبة نوعا ما يعني متأخرة قرارات الحكومات، لكن تفشي المرض في تراجع، كذلك إن شاء الله يكون في تراجع بنسب كبيرة جدا. وصلنا لنهاية المحاضرة، شكرا جزيلا على الحضور. نتمنى من الله عز وجل الدوام والعافية للجميع، لكم ولجميع المسلمين في جميع العالم، وأن يرفع عنا الله البلاء ويزيل علينا الغمة. إن شاء الله لقاءات أخرى مثمرة ومفيدة. أي سؤال، لو أي أحد من الحضور عنده أي سؤال، ممكن إرسال السؤال على بريدي الإلكتروني، وإن شاء الله سيتم الرد على كل التساؤلات بكل العلمية المتاحة وكل المعلومات من المصادر الموثوق بها. سعيدة جدا إني كنت معكم في السهرة الرمضانية المباركة، إن شاء الله ربي يديم علينا الصحة والعافية، وشكرا لكم، وإن شاء الله لقاءات جديدة ومتجددة، ودمتم بحفظ الله، شكرا.